مشاهدي قناه منبر 24، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غنتكلموا على واحد القضيه اللي شغلت المغاربه بواحد الشكل كبير، واللي كينوف فيها الاستاذ المحامي ديالنا الاستاذ زهراش، اللي هي قضيه ما يعرف بليلى والمحامي. اول سؤال استاذ، بغينا نعرفوا القضيه فين وصلت. القضيه تاجلت الجلسه 29/3 لجوج الاسباب. الملف الاجتماعي اللي هو ديال النسب، واللي رفض الاستاذ الطهاري يمشي يدير فيه الخبره الجينيه ضدا على القانون وضدا على احترام مقررات القضاء، مشات باش السيد وكيل الملك يدير الملتمسات ديالو النهائيه، لان اصبحت القضيه جاهزه. والملف الجنحي تاخر بسبب الوحكه الصحيه اللي لمات بالموكله واللي كترقد بواحد المصحه هنا بمدينه الرباط. نعم. بغينا نعرفوا الوضعيه الصحيه ديال ليلى، اكيد اننا سمعنا ان الصحيه اليوم ديالها يرثى لها على حسب داكشي اللي قالت لي الاخت ديالها اللي هي معاها في الكلينيك، فواحد الظروف صحيه خايبه جدا. طيب استاذ، التعليق ديالكم، كنعرفوا كاملين المغاربه كاملين كيعرفوا ان الاستاذ الطهاري رفض انه يدير خبره جينيه، انتم كهيئه الدفاع ديال ليلى شنو التعليق ديالكم على هذه المساله؟ واش هو، واش التقدير ديالكم هو اقرار منه ان فعلا راه نور بنته؟ شوف، هذه المسألة غادي يجاوب عليها القضاء، ولكن أنا غير واحد النقطة، يعني الإنسان اللي ما تيكونش قاد على شي حاجة ما يديرهاش. بمعنى أستاذ؟ اللي تيكون ما قاد على حتى حاجة ما يديرهاش، هو أولا خرج بتصريح وقال بأنه داك الشيء اللي غير أمر به القضاء غادي يديرو، ولما أمر بالقضاء غبر ما بقاش كيبان. جا مرة واحدة خطب على المحكمة في الملف الجنحي. نعم. وقال شنو خصو يتقال، رغم ان السيده ديالو تنازلت ليه عن الشكايه بون ديال هذاك الملف كله اللي في بركات، والاستاذه فاطمه الزهراء الابراهيمي اللي هي محاميه بالدار البيضاء. نعم. باش تقطع الطريق على 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 الموكله ديالتنا في قضيه النسب، واللي على كل حال هذا الشيء كله حنا غنبينوه للمحكمه، وعندها اليقين على ان المحكمه غتقتنع بالبراءه ديالها. هو اللي كان كيقول على انه رجل قانون ولا زال رجل قانون. نعم. ومحامي خصو هو يكون في الصفوف الاماميه ديال تنفيذ المقررات الاحكام القضائيه. ما شنو غادي دير المحكمه انا ما كنعلمش بالغيب. نعم. والقسم والقانون المنظم المهنه تيلزمني باش ما تتنبأش بالنتيجه، ولكن الاجتهادات القضائيه راه باينه في هذا الاتجاه، وكنتمناو على انه المحكمة تكون يعني ان شاء الله تمشي في نفس التوجهات اللي كتمشي فيها، خاصة هي محكمة محترمة ومحكمة عندها تجربة وعندها يعني البعد الانساني والاجتماعي حاضر الى جانب السند ديالها القانوني في هذا الاتجاه. الاستاذ الابراهيمي، وحنا ذكرتي الاستاذ الابراهيمي في مجموعه ديال التصاريح عندنا في مر 24 ولا في منابر اخرى، كتكلم على انكم دائما انتم كهيئه الدفاع ديال ليلى كتحاولوا تطولوا المحاكمه، كتقول هي بان راه القضيه باينه الامور واضحه، ولكن ديما انتم كتعمدوا انكم تاخروا المحاكمه انكم تطولوا. شو التعليق ديالكم على هذه المساله هذه؟ حنا ما كنطولوا ما كنقصوا، حنا هذه المحاكمه هي اللي بغاتها، هي اللي بغاتها هذه الاستاذه اللي سميتي الان، هي اللي بغات هذا الشيء هذا، وهي اللي وصلت هذه الامور لهذا الامور للراي العام. كان هذا الشيء كان غادي يتطوى واحد النهار ديال العد في المقر ديال نادي المحامين بالدار البيضاء تحت اشراف النقيب الممارس السابق الاستاذ حسن بروين، وكان حاضر حتى الاستاذ النقيب الرئيس عمر ويدرا، ولكن هي بالعجرفه ديالها وبالامور اللا انسانيه اللي فيها جعلت الامور تطور لهذا الشيء، ويمكن هذا تطور اكثر لانها ما حبستش اي حد الموكله، وصلت حتى لعند وصلت بها الامور اللامهنيه حتى لمواجهه الزملاء ديالها، وهذا الشيء غادي يبان في الايام القليله المقبله ان شاء الله. اذا فهموا استاذي، وكسؤال اخير، واش انتم يعني كهيئه الدفاع ديال ليلى واش كتسعوا للصلح؟ واش الا تعرض عليكم الصلح توافقوا؟ واش انتم فكرتوا في واحد الوقت من الاوقات انكم تعرضوا للصلح؟ احنا من بادرنا الى اجراء محاوله الصلح تحت اشراف النقيب الممارس وهو شاهد على ذلك. كنت حاضر انا والاستاذ الهيني والاستاذ النقيب بروين والاستاذ النقيب عمر ويدرا وهي والاستاذ جلال برلان. احنا من طلبنا فقط اقرار بالنسب ونوضح هاد المسائل كامله،
وكانت الموكله ديالتنا معتقله انذاك على ذمه هذه القضيه، وهي اللي كانت السبب في الاعتقال ديالها. استدرجتها المقهى معروف في الدار البيضاء وجاو ليها الشرطه بتنسيق معها هي، ويعني ضدا على القوانين وعلى المساطير وعلى حتى النبل ديال مهنه المحاماه. حنا ما عمرنا كنديو الناس للحبس، حنا ناس المحاميين والمحاميات من المناصرين للحريه، ماشي من ما كندخلوش عباد الله للحبس. هي اللي كانت ضد هذا الشيء هذا، والاستاذ الطاهري كان عنده رغبه جامحه انه يطوي هذا المشكل هذا، شهاده لله. استاذ لم يكن له اي اعتراض او اي موقف، ويعني واقدره فيه انا هذه النقطه هذه، اقدره واحترمه، ولكن الاستاذه ما شاء الله يعني ما الله ما عرفش باش غادي نوصفها بالله، يعني وصلت الامور بها الى حد انها تمشي دير شي امور ما مهم. غادي يجي الوقت اللي غنتكلموا فيها امور لا مهنيه، امور لا انسانيه، امور لا اخلاقيه، امور مخالفه للقانون، لا تجاهد السيده ولا تجاهد الزملاء ديالها. وبما انها تمادت وما بغاتش تحبس وما بغاتش تسمع للنقيب الممارس وما بغاتش هذا، انا تنقول من خلال هذا المنبر على انها اعلنت الحرب، الحرب على زملائها. فتنتظر ما ستنتظر، وان هذا الشيء لن يشفع لها بانها اننا غادي نحبسوا من هذه القضيه ابدا، لا هذه القضيه ولا قضيه مناصره وسائل الاعلام في ابلاغهم لرسالتهم، لانه ماشي الشكايات غير ضد الزملاء ديالها، حتى ضد بعض القنوات على راسهم قناه شوف تي في، معتقده من خلال ما تقوم به من شكايات وهذا ستسكت صوتنا. كنقول لها لا، راه قبل ما تولجي مهنه المحاماه كان صوتنا عالي في المغرب ولا زال وسيبقى، من اجل الحق ومن اجل الحريه ومن اجل القانون وسيادته ومن اجل الدفاع عن حقوق المظلومين. استاذ زهرات شكرا لك. العفو سيدي. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.